المعيد الرحمة النمسا بتنفيذ مشروع كسوة الشتاء في هذا المخيم في الشمال السوري، مخيم أبناء الجنوب للأطفال النازحين هنا. طبعا جاء بتبرع كريم من شركة بروفيرتال في العاصمة النمساوية فيينا. نشكر كل من بذل وتبرع وساهم. أسأل الله تعالى أن يحسن لكم وأن يبارك لكم في أهلكم ومالكم وعيالكم. جزاكم الله عنا خير الجزاء.